يلا حيهم. هذا بركم النافي. يلا يلا حيهم. ما اخر الا جعفر. ما اخر. يا مرحبا يا مرحبا يا هلا يلا حيا يا هلا 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 ابو عبد الرحمن يلا حيا يا هلا يلا حيا كم عرس هلا يلا حيا فراس طحمني سلمت هدلا هدلا يا فراس سلمت على الفارسي وش اسم بنته؟ تعال حمدني حيا الله ابو عبد الرحمن صراحه انت الوصيف اليوم هذا السلام خاص يلا حيا يا مرحبا هلا يلا حيا يلا حياك السلام عليكم ابو ماهر يعطيك العافيه اي والله اكلكم يعطيكم العافيه حقيقه اني مبسوط انكم جيتوا لا جم شيخ كول ترى حقنا ترى شيخ كول يطلع معنا ويروح يسوي بس يبلشنا عاد دخان غير ما في بس عاد دخان السلام يلا حيا يلا حيا خالي مشعل الله يحفظك يا محمد في سابق معرفه ترى يلا حيهم يلا حيهم على ما كتب الله يا مرحبا الله يسعدكم الله ان جيتكم انها عزيزه وغاليه وبيض الله وجيكم اللي جيتوا كلكم بدون تخصيص اي والله وان المتكرم اللي يجي ويحضر وحياكم الله يا هلا هلا والله بربوعنا هلا والله بالشباب يا هلا هلا والله حبتين الطفرجل بعد ما يحب واحد يلا حيا اي والله يلا حيهم علي الفارسي على ما توفيه كلمة أو حرف أخ أب زميل وما ندري إيش نقول وإيش نعبر وإيش نقول والله الذي لا إله إلا هو النظرات لا توصف ولا نقدر نعبر ولا نقدر نقول ولكن يقولون الدية عند الكرام الاعتذار نعتذر يا أبو جابر من غلط من زلل ما نقدر نروح فيك حقك الليلة هذه نقول فرحة كما قال أبو ماهر باجتماعنا بكرة ولكن يعلم الله أن لها وقعا في أنفسنا في مغادرتك ولكن برا بوالدك ورغبتك فنسأل الله أن الله ييسر لك ويكتب لك ما فيه الخير طبعا علي الفارسي ما نتكلم وما نتكلم والله دخل حتى بين أهالينا مع مشاكلنا الزوجية وبيوت وجيران وفتحت بيوت على طيب والله يذكره بالخير احقاق الحق يقولون مدح الرجال في وجهه مذمه وانا لي سلم ولا خارف سلم القطاين اقول ما مدحته في وجهه فلا بارك الله في عرفا ولا حفظا احفظه يقول فمان الله يا منبع الروف والمعروف فمان الله يا راعي الجود يا راعي الطيب والجود لو غبتم يقول تبقون بقلوبنا لو غبتم على الشوف يا ويبقى ذكركم كما يبقى فايح العود كلمه هذه بيتين بسيطه صح لسانك تفضل ابو جابر هدايا تذكاريه رمزيه ما تعبر عن اي شيء منهم اغلب الشباب الشباب الحاضر يقولون اكتفوا بهديه جماعيه لانهم راوا ان ما شيء يوفي والبعض ابى وابى عليه نفسه او عن رجل وهامه مثل هذا الرجل الذي عرفناه وعهدناه عرفناه بعفويته الصادقه وكرمه النديف وبشاشته الاخابه وسمو نفسه المتألقة بكل عظيم أبا جابر عذرني إن قصرت في التعبير ولم أحسن اختيار الوصف المناسب لك أعذر أخاك المقل وسامحه إن حاول ولم يصل إلى المراد وهو كذلك فمهما اجتهدت وأحسنت فلن أفيك ما تستحق
وليس هذا مني تواضعا بل حقيقة، وأبا جابر كلنا يشهد له بما قلت وأكثر. إخواني الأجلاء، عاش بيننا ناصحا وموجها وداعما بكل ما يستطيع، لا يتأخر عن أحد يطلبه أو يميل إليه، كان يعاملنا إخوة له بلا تعال أو استكبار، يردنا عن الخطأ بحكمة واقتداء، ويرشدنا إلى الصواب بلا تكلف أو حساب. روحه المرحة تضفي على العمل بهجة وسرور، كلامه درر ونصائحه تشترى بأغلى الأثمان لأنها تنبع من قلب مخلص محب. فراقه والله أحزن قلوبنا، ولكن ما يفرحه يفرحنا. نتمنى له الخير والتوفيق أينما وجه وسار، وربما مشيئة الله وقدره وحبه لمن ستكون معهم ساقك إليهم. ليست هذه مجاملة بل هذه حقيقة، اعذروني على الإطالة، والله والله أنه يستحق أكثر مما قلت. بيض الله وجهك أبو رياض، لو لطفوك أعدمتنا أحببتنا. أبو جابر ما أدري، لكن أنا تكفيني أكمل والله أكثر من كذا مهما قدمت، اللهم ذكره ولا والله إنك تستاهل أكثر وأكثر، وما قصرت معنا في كل شيء. عبد الرحمن قال كلمة والله إنها صحيحة، والله إحنا دخلناك في مشاكلنا مع خليل ومع أولادنا ومع جيراننا، وكنت خير من استشير وخير من وجه وخير من نصح حقيقة، وأسأل الله أن يكتب لك كله والله يستحق، والله يستحق يا أبو جابر. الله يحييك، تستاهل يا ابو جابر، هذه عاد هدية من القسم، هذا القسم وهذه باسم الجميع. احسن اليك كتاب الله، اغلى ما نملك فنقدمه لعبد صديق الصلاة. الله يعزك عزيز وغالي ابو ماهر، الله يكثر خيركم، سمى الحقيقة طيبكم على الله يحييك. ابو عبد الرحمن حسن الله يسعدك، الله يسعدك، ابدا ما اسامحك، انا مقصر. ابو فيصل الله يسعدك، والله يا بارتي يهدينا كثير. كبر لنا بس انا شب بجدة، ما في شباب، كبر لنا النش كان يجي بس الله عبد الرحمن ونعم مطور، انا طولت فيها، يشهد الله علي اني تلفت ما ادري وش اهدي ابو جابر، يشهد الله علي انها جنبية ابوي رحمه الله عليه، هو مواطن الله اكبر سليم، واحد اخت يمينه لا ترجع ولا تعلم، والله والذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو ما ترجع، وانت احتزم بها طال عمرك، وان يشرفني بعد ما احتزم بها سالم محمد يحتزم بها عبد الفائز، ولا هو ولا تحسب انها سله، ولا تحسب انها سله مكمله، لا والله انها جنبية من وسط الجنابي على مره، ولكن من غالي لغالي، لان والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه استلمني في تبوك اكثر مما استلمني ابويا، وتكفى. يعطيك العافيه، يعطيك الجزله، يستاهل ابو جابر. الحين ما تنعش ما صدر زملائي، نخبة من سكنوا قلبي، أجمل من تعرفت عليهم، والله ثم والله لا أعرف ما أقول، أكرمتوني غاية الإكرام، أحرجتوني كلفتوني ما لا أطيق من مشاعركم النبيلة تجاهي، أعطيتوني فوق ما أستحق، أعتذر عن كل ما بدر مني فيما سبق، أعتذر عن هذه اللحظة أني أنا ما أنا قادر أوفيكم مشاعركم، أعتذر لجميع الزملاء سواء من حضر أو من غاب، الله يرفع قدركم، الله يرفع قدركم، الله يرفع قدركم، لا أمكن لكم إلا الدعاء، والله أنا الخسران، أنتم مكسب لي، أنتم محزمي، أنتم حقيقة سندي،
أنا الخسران، أنتم حقيقة أوفياء أوفياء أوفياء. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.